ايجابيه. طب معانا سياده السفير اشرف سلطان يحطنا المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يحطنا على مزيد من تفاصيل هذا الخبر. اهلا بك سياده السفير. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. الله يخليك يا استاذ سفير. حطنا على مزيد من هذه التفاصيل لان كنتوا بتعلنوا ارقام مهمه جدا الشارع نفسه بيتساءل عنها، الاحتياطيات من السلع الاساسيه الموجوده عندنا تكفي قد ايه حضرتك؟ المهم انه دايما بيكون في متابعه للارقام الاحتياطيات الخاصه بالسلع الاستراتيجيه المهمه، يعني سكر، زيت، قمح. وطبعا الاجتماع اللي حضرتك اشرت اليه هو كان بهدف انه بنتاكد انه الاحتياطات الموجوده دلوقتي بتكفي لفترات كافيه حسب معدلات الاستهلاك المعتاده في مصر. طبعا ده لانه بيبقى استعدادا انه لما احتياطي لو قل شويه عن المعدلات الموضوعه بيتم استيراد هذه الكميات من الخارج فورا. صحيح. وبيتم توفيرها بالاسواق بكميات وفيره وبكميات مناسبه بحيث انه الاسعار برضو تبقى منضبطه الى حد كبير. تمام. لكن حضرتك هنا الاحتياطي 4.5 شهور في القمح، يعني في فتره كنا 6 شهور في القمح، مش مقلقه شويه ان يبقى عندي بس 4.5 شهور في القمح؟ ابدا، هي الموضوع بتاع استيراد القمح هو موضوع مستمر ودايما متابعه من السيد رئيس الوزراء ووزير التموين للاحتياطيات، مش بس القمح ومواد تموينيه كثيره جدا. يمكن الاجتماع امس تناول بعض المواد، ولكن هذه متابعه مستمره على مدار السنه. دايما في قواعد ان يكون في مخزون يكفي مده معينه، اول ما المخزون ده بيقارب على المعدلات الموضوعه بيتم الاستيراد من الخارج. يعني في نظرك انها يعني نسبه امنه ايجابيه جدا؟ ايجابيه بالعكس هي معدلات ايجابيه جدا، وكان الوضع حقيقه مطمئن للغايه يعني. ويمكن كمان الاجتماع كان بيتناول بعض النقاط، منها كيفيه ضبط الاسواق، كنا ازاي يتم تحويل السوق من سوق غير منضبط او غير منظم الى اسواق منظمه بحيث انه يسهل الرقاب عليها او يكون في ادوات اضافيه للرقاب عليها. ده بيبقى احنا في اطار محاوله الحكومه انه الرقابه على السوق ومنع محاولات رفع الاسعار والاستغلال بتاع يعني من قبل بعض التجار. طيب بالنسبه بقى للموضوع المهم بتاع اعمال لجنه كشوف المستحقين للدعم والبطاقات التموينيه، وخصوصا بعد الازمه الاخرانيه بتاعت البطاقات اللي هي من خارج القاهره ما بيصرفوش العيش. ده موضوع مختلف عن عن العيش بشويه. لكن احنا بنقول انه الفتره اللي فاتت شهدت اكثر من مرحله لتنقيه البطاقات التموينيه. تمام. على مدى سنوات طويله يمكن كان في حوالي 84 مليون بطاقه تموينيه في السنوات الماضيه. صحيح. كان الناس بتستفيد وهي ناس بعضها حالات كتير جدا، حالات وفيات وبعضها حاليات تكرار اسماء وبعضها حاليات اسماء مغلوطه، وبالتالي كان مهم جدا ان يكون في على اكثر من مرحله انه يكون في قاعده بيانات سليمه وصحيحه يحذف منها الاسماء الوفيات ويحذف منها اي اسماء مغلوطه اخرى او اسماء مكرره، بحيث انه يعني الدوله بتتكبد اموال كبيره جدا في هذا الدعم، وبالتالي يجب ان يعني يكون في نوع من الترشيد والاستخدام الجيد والامثل لهذه الاموال. المطلوب انه يصل الدعم لمستحقيه ولا يصل لغير مستحقيه، وخصوصا ان انتوا اعلنتوا انه اللي هيتم اضافه المواليد الجديده من اول 7 شهر 7 بالظبط، من اول 1/7 يبدا يعني هذا الاجراء يبدا بالظبط. طب هل في تنسيق مع جهاز زي الاجهزه زي الرقابه الاداريه والاجهزه الثانيه في معاونه الحكومه فعلا في لتنقيه هذه الكشوف؟ في تنسيق كامل وفي جهد كبير بيجري على الارض ان يكون فيها قاعده بيانات جيدة وموثقة وممكنة وقاعدة بيانات فعلا يمكن الاعتماد عليها. صحيح. لأنه ظلينا يعني استمرنا لمدة سنوات طويلة بمشاكل كثيرة وعشوائية كثيرة في هذا القطاع، ولكن في الفترات الأخيرة جرى الكثير من الجهد في هذا الإطار بحيث أنه الأمور تنظم وهي بشكل منضبط.
أشكرك سيادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.